بسم الله الرحمن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صبرتم لو
فعاقبوا بمثل ما عوقب
صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله صدق الله العظيم. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما وآتينا
وكان وعدا
ثم رددنا لهم الكرة عليهم
تدبيرا ما علوت تدبيرا. وليتدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم حصيرا. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلم عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة اقرأ كتابك
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا صدق الله. Oh,
وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم. كل من منك هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
شكر الله تعالى.